الدنيا شيلة من الصحاب صحاب وفيها كتير أشكال اللي ناسب الواجب واللي فاكر يتقال واللي خايب غدر غيره واللي الغدر غيره صاحب واللي باع الغالي دايما مثل الرخيص مصاحب صاحبنا عايش واستغابة لازم يتقلب زيهم لو فضل الحق غالب للأسف حاكم بدهم فالتزم بنص دوره قرر انه يعيش وسطهم بعد الدنيا عقد روحه والتزم وبار لهم وعقلك ميزانك في المحلة يا ما شباب في سنك مال وجه وصيت ودولة قدرت الدنيا بيهم طفت في نور عينيهم عشان فيهم صدقوا وعد كم الدنيا ليهم احمينا يا كريم سوء العمر والنهاية واحمينا من سواد عقولنا لو وسيلة أعلى غاية واحمينا من شر الصحاب الغدارين ده صاحب لو يكون في صاحبه يبقى باينين على غاية واحمينا من شر الصحاب الغدارين ده صاحب لو يكون في صحبه يبقى باينين